السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها أسباب ما يبدو أن غيابا أو تغييبا لدور الحكومة في معركة الحديدة ودلالات هذا الغياب والمآلات المتوقعة. بعد أيام من انطلاق معركة الحديدة لا يزال الموقف الحكومي خافتا بل يكاد يكون منعدما، سوى من بيانات التأكيد على أن هذه المعركة تأتي في إطار الحرب ضد ميليشيات الحوثي. منذ انطلاق المعركة تصدرت الإمارات واجهة الإعلام والسياسة، حتى أن التوضيحات والتعليقات على المواقف الدولية بخصوص الوضع في المدينة كانت في معظمها صادرة من أبو ظبي. يقول البعض إن هذا أمر منطقي ويعود بدرجة رئيسية إلى أن الإمارات هي التي تقود المعركة هناك كممثلة للتحالف العربي الداعم للشرعية. ثم إنه من الجيد أن يتصدر التحالف والإمارات واجهة معركة الحديدة، لأن هذا سيسهم في تفكيك الموقف الدولي الرافض للحرب في المدينة، فيما يؤكد فريق آخر أن هذا ما هو إلا مؤشر على أن معركة الحديدة هي بالأساس معركة الإمارات للسيطرة على آخر الموانئ اليمنية التي لا تزال خارج سيطرتها. جمعت أبو ظبي قوات متعددة الولاءات، بعضها لا يزال يرفض الاعتراف بالشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، ثم منعت وسائل الإعلام من تغطية المعركة سوى تلك التي تدور في فلكها، وهو ما يشير بحسب رأي هذا الفريق إلى أنها تسعى إلى إيجاد وضع خاص بها في المدينة ومنح الحديدة للقوى الموالية لها بعد تحريرها. ولذلك يطالب هذا الفريق بأن يكون الموقف الحكومي واضحا من الآن بدلا من الانتظار ثم تعود في وقت لاحق للحديث عن خلافات مع الإمارات حول من يمارس السيادة في المناطق المحررة. وفي المقابل السؤال، لماذا تغيب الحكومة خلف حلفائها فيما يتعلق بمعركة الحديدة؟ يظهر سؤال محوري آخر في مواجهة هذا المنطق، وما الذي يمكنها فعله في الواقع إذا كانت أي مساع من قبلها قد تدفع الإمارات إلى إيقاف معركة الحديدة؟ هذا ما سنناقشه هذا المساء مع الوكيل المساعد لوزارة الإعلام أسامة الشرمي من عمان، ومع الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري من إسطنبول. أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ بالسؤال المشترك مع الأستاذ أسامة الشرمي. أستاذ أسامة، مساء الخير. غياب واضح للحكومة الشرعية في معركة الحديدة مقابل ظهور الإمارات وكأن المعركة معركتها، كيف تفسر الأمر؟ أمسي عليك أخي وعلى السادة المشاهدين. ما ذكرته في قبل قليل كان عنوانا لم يكن سؤالا بالمعنى الأدق. كيف نستطيع أن نقرأ غياب الحكومة أو حضور الإمارات بينما نحن نتكلم عن تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي أكثر الدول الفاعلة في هذا التحالف. الحكومة الشرعية متواجدة الآن داخل عدن، لا نستطيع أن نتعلل بغيابها عن الأرض اليمنية حتى نمرر مثل هذا العنوان الذي طرحته ونقول بأن الحكومة غائبة. الحكومة اليمنية هي من خاطب الأمم المتحدة وطالب بأن تدعم الأمم المتحدة العمليات في الحديدة لإخراج الميليشيات منها ولوقف تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن وضرب الأمن الإقليمي. وبالتالي نحن هنا نتحدث عن كلام فضفاض مرسل لا نستطيع أن نتحدث عنه أو لا نستطيع أن نرد عليه بشكل واضح لأننا لا توجد دلائل عليه. ما الدور الحكومي المتوقع؟ الصوت يمنعني من نعم. طيب أستاذ أسامة، إذا سندخل في يعني في الحديث بشكل مفصل في الموضوع، لكن أيضا أوجه نفس التساؤل للأستاذ نبيل البكيري، نرحب به الآن. أستاذ نبيل مرحبا بك. السؤال المشترك الذي كنت قد سألته أيضا الأستاذ أسامة فيما يخص بأن هناك غياب واضح للحكومة الشرعية ومعركة الحديدة، على المقابل حضور كبير للإمارات وكأن المعركة معركة الإمارات، كيف تفسر الأمر؟ بطبيعة الحال الوجود الحكومي أو غياب الحكومة المتعمد من قبل الحكومة هو غياب لا تفرضه أطراف التحالف العربي بقدر ما تفرض الحكومة هذا الغياب. نحن نعيش فراغ، هذا الفراغ يتمدد فيه كل من يمتلك الإمكانيات وكل من يمتلك رؤية لملأ هذا الفراغ. هذا ما تفعله الإمارات تحديدا في معركة اليمن منذ
عدن حتى وصولا إلى الحديدة. هناك فراغ، هناك عجز، هناك تقصير في أداء الحكومة الشرعية. هذا الفراغ وهذا التقصير وهذا العجز ولد هذا الفراغ أو ولد هذا الغياب، وهذا الغياب الذي ملأته الإمارات بمشاريعها أو بأدواتها. وبالتالي أنا باعتقادي أنه إذا كان هناك من لوم وكان هناك من تقصير، فهذا اللوم يقع على عاتق الحكومة الشرعية التي بيدها الكثير أن تفعله، وكل الظروف وكل الإمكانيات الدولية والإقليمية ممكن أو تساعد في حضور الحكومة باعتبارها هي المسؤول الأول والأخير عن اليمنيين في كل المناطق وفي كل مكان، سواء الذين تحت السلطة الانقلابية أو الذين في المناطق المحررة. وبالتالي إن كان هناك من لوم فهو اللوم قائم على الحكومة الشرعية والتقصير الكبير في ملء الفراغ الذي ينبغي أن يملأ من قبل أجهزة الدولة بعودتها إلى المناطق المحررة. نعم. أو المناطق التي يدور فيها الحرب، مع علما بأن هناك ألوية أيضا تدين بالولاء لهذه الحكومة الشرعية وتعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تغيب الحكومة ما لم يكن هناك استعداد لها. طيب أستاذ نبيل، نعم أستاذ نبيل اسمح لي فقط، ربما هناك إشكالية في الصوت، سنعود بك يعني الاتصال يعني من جديد حتى تتمكن من سماعك بصورة أوضح، واسمح لي أن أعود للوكيل المساعد لوزارة الإعلام الأستاذ أسامة شرمي. أستاذ أسامة، إذا أنت تقول أو ربما ما سألناك حول غياب الحكومة الشرعية في معركة الحديدة بأنه غير صحيح، إذا ممكن أن يعني توضح لنا الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة الشرعية في معركة الحديدة؟ عزيزي، الحديث عن الغياب أمر مرسل أو كحديث مرسل لا صحة له. عن أي غياب أنا أتحدث؟ أو بمعنى أدق، والسؤال هنا لا يرد، ما المطلوب حتى لا نقول غيابا؟ الحكومة الشرعية متواجدة على الأرض، هنالك ألوية الأعمال قد تابعة للحكومة الشرعية وهي القوة الضاربة في هذه العمليات. المنطقة العسكرية الرابعة تشرف على العمليات في إطارها الجغرافي، وهناك نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني يشرف فيما تبقى من هذه المناطق باتجاه الحديدة. السلطة المحلية والوحدات العسكرية التابعة للشرعية حاضرة، الرئيس هادي يشرف على العمليات، بل هناك يعني إشراف إلى حد القيادة بشكل مباشر وفي غرفة العمليات المركزية. ما الذي نريده أن يكون لكي لا نقول بأن هذا غياب؟ أنا لا أفهم. لماذا لا؟ نعم، سؤال وجيه. إن لم يكون الإشراف، نعم. لحظة. نعم. إن لم يكن الإشراف والقوات العسكرية والتنسيق والأمر ببدء العمليات حضورا، فكيف يكون الحضور حتى نقول لم يحصل حضورا أو هناك غياب؟ أنا أعتقد بأن المسألة أو الحديث بهذا الشكل هو حديث مفرغ المضمون، نريد من خلاله أن نوصل رسالة لا توجد في الأصل. لا أدري ما الهدف من وراء طرح مثل هذا السؤال في هذا الوقت، ولكنني أنصح أنا بمناقشة مواضيع أكثر دقة وهي تتعلق بمستوى الدور الذي لربما للحكومة الشرعية داخل الجبهات ومحافظة الحديدة وجبهة الحديدة. نعم. لكن أن نتحدث عن غياب للحكومة وكأننا نريد أن نقول بأن التحالف العربي يتحمل المسؤولية، فعلا التحالف العربي هو من يقود العمليات. طيب أستاذ أسامة، يعني أنت ذكرت والجميع بالتأكيد يعني يتمنى أن يكون فعلا كما ذكرت يعني موقف يعني دور الحكومة الشرعية بهذه الصورة التي وضحتها أنت، لكن أنا أنقل لك تساؤل. الكثير يقول بأن غرفة العمليات والأوامر المباشرة والقادة الميدانيين العسكريين بالدرجة الأولى هم إماراتيون وهم من يتحكمون بهذه المعركة. لماذا لا تكون التحالف في المملكة العربية السعودية؟ يا عزيزي الله يحفظك، من يقود التحالف في المملكة العربية السعودية؟ نعم. بفاعلية من قبل الأشقاء في الإمارات. هذه المسألة باختصار، لكن من يقود العملية على الأرض هم ضباط لربما من الصف الثاني، ضباط عمليات هم من يقودون العملية، لكن الإشراف المباشر لقيادة الحكومة الشرعية والرئيس هادي. أيضا نحن لا ننسى بأن الرئيس هادي هو جزء من قيادة التحالف، وغريب جدا ويتواجد عندما يعني تحتاج الضرورة أو الظروف إلى تواجده في غرفة العمليات، ولاحظنا هذا أكثر من مرة. أنا أعتقد بأن الحديث عن غياب الحكومة له هدف آخر نريد أن نفهمه حتى نتحدث بشكل واضح. نعم. طيب أستاذ نبيل البكيري، إذن الأستاذ أسامة يقول أن الحديث حول أن هناك غياب لدور الحكومة الشرعية في معركة الحديدة هو كلام غير صحيح وغير منطقي، ويجب أن نبحث عن موضوع آخر كي نتحدث عنه، وما يثار هي فقط لا يدري ما هو الغرض من إثارة مثل هكذا يعني حديث أو يعني كلام
ربما يعني ينتقص من الحكومة الشرعية التي هي بدرجة أساسية مع التحالف العربي في غرفة عمليات واحدة ويشرفون بصورة مباشرة على العملية في الحديدة؟ لمن هذا السؤال؟ أتكلم، السؤال لك. نعم أستاذ نبي، أعيد السؤال لو سمحت. الأستاذ أسامة الشرمي يقول أن الحديث حول غياب للحكومة الشرعية أو للسلطة الشرعية في معركة الحديدة هو كلام غير صحيح، ويعني الحكومة غرفة عمليات مشتركة بقيادة التحالف العربي وبإشراف الرئيس عبد الرب منصور عادي في معركة الحديدة، ما رأيك أنت؟ طبعا في حقيقة الأمر أنا باعتقادي هذا هو قفز فوق حقائق الواقع أصلا، لأنه المعارك التي تدور في الساحل الغربي هذه المعارك يفترض أنها تقع في نطاق المنطقة العسكرية الرابعة، باعتبار أن المخا والمناطق الساحلية هي تقع ضمن المنطقة الرابعة وجزء أيضا من تهامة يقع ضمن المنطقة الخامسة. لكن لا وجود لعمليات عسكرية لهذه المناطق في إطار العمليات الدائرة اليوم، وهذه الألوية التي تم تشكيلها بعد ذلك ألوية العمالقة والألوية التهامية هي تعمل أيضا في خارج خارطة المناطق العسكرية. بالتالي الحديث على وجود الحكومة الشرعية هو حديث من قبيل أنه هذه الألوية تعمل تحت مسمى الشرعية كألوية العمالقة التي بين حين وآخر تتحدث وفي تواصلات مع الحكومة الشرعية، لكن كجانب عملياتي أنا باعتقادي لا يوجد أي رابط مع الحكومة الشرعية بينها وبين هذه الحكومة، وكل ما يتم تنفيذه هي أوامر خاصة يتم تلقيها من قبل الداعم لهذه المعركة وهي الإمارات العربية المتحدة. نعم. طيب أستاذ أسامة الشرمي، إذا انتقلنا أيضا إلى موضوع الجانب السياسي، كل التصريحات التي تتحدث عن معركة الحديدة نسمعها من وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في معظمها، وكأنه الناطق الأول بهذه المعركة والمتحدث الأول، حتى وأن يعني سمعنا بعض التصريحات يعني على استحياء من وزير الخارجية اليمني أو من الحكومة اليمنية، لكن في نهاية المطاف من يتحدث عن هذه المعركة ويتفاوض دوليا هو وزير شؤون الخارجية الإماراتي أو التحالف بصورة مباشرة. قبل أن ننتقل للملف السياسي، الحديث عن أن ألوية العمالقة خارج إطار الشرعية هذا أمر قريب جدا، يعني لأول مرة يطرح أنا أسمعه. المنطقة العسكرية الرابعة أنا تحدثت قبل قليل وقلت بأنها تشرف على العمليات فيما يتعلق بنطاقها الجغرافي، وفيما يتعلق بالمناطق الأخرى خارج هذا الإطار يشرف عليه نائب رئيس هيئة الأركان العامة والأخوة أيضا في قيادة العمليات. التصريحات من قبيل أنه لربما اهتمام الأخوة في الإمارات واهتمام الأخوة في التحالف العربي بالتصريحات حول العمليات في ما يحتمل في الحديدة وعمليات الحديدة، هذا أمر موجود منذ بداية العمليات. نحن نتذكر بأن لطالما كان الجهد السياسي والدبلوماسي للأشقاء في التحالف العربي هو امتداد للجهد اليمني في وضع ملامح العمليات أو ملامح المشهد اليمني أمام المجتمع الدولي، وكان الأشقاء في الإمارات دور كبير والأخوة في المملكة العربية السعودية دور أكبر منه بكثير. حديثنا عن تحديدا مسؤول أو وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش، لأن هنالك كثيرون يتابعون صفحته على تويتر أو حسابه في تويتر، وبالتالي هو لربما هو الأكثر حضورا من خلال هذه الصفحة، ولكن وزير الخارجية أدلى بما يجب أن يدلى به حول هذه العمليات. رئيس الجمهورية تحدث عما يجب الحديث عنه، وزير الإعلام أيضا تحدث، وكذلك رئيس الوزراء كان أكثر تفصيلا في المسألة. وبالتالي ما الذي نريد؟ نريد أن نتسابق في عدد التغريدات لكي نعرف من يشرف على العملية أو من المستفيد منها، نقيم المسألة من خلال الكم؟ لا، نحن هي ليست تغريدات، هي مواقف رسمية من وزير وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، هي ليست تغريدات لسان شخص عادي، هي مواقف رسمية. طيب يا عزيزي أنا فاهم، ولكن أنت الآن تحاججني بالكم وأنا أحاججك بالنوع. الرئيس هادي أرسل رسالة إلى مجلس الأمن يطالبهم بدعم عملية الحديدة
ونحن نتحدث عن تغريدات في تويتر. يا جماعة ما يصلحش هذا الكلام. الحديث عن مواقف سياسية يتم من خلال النوع وليس الكم. رئيس هادي، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، وزير الإعلام، مسؤولين اليمنيين، قيادة اليمنية، كلها تحدثت بما يجب أن يتحدثوا عنه. إن كان هنالك من منهجية أو تكتيك معين للأشقاء في أي دولة بانتهاج وسائل أخرى يرون بأنها أكثر وصولا سواء للمجتمع الدولي أو حتى للمجتمع الإقليمي ولليمنيين من خلال انتهاج وسائل أخرى لربما تتطلب كثافة في الضخ، هذه مسألة خاصة بهم، ولكن بالنسبة للجانب اليمني قد أدلى بدلوه ووضح كل الأمور التي يجب أن توضح. والآن ما يعتمد في الحديدة هو بناء على هذا، بناء على ما تم في المرحلة السابقة. وزير الإعلام إلى اليوم يتحدث عن المسألة في في الحديدة، الناطق أو رئيس الحكومة اليوم كانت أيضا له حديث عن ما يتعلق بالحديدة، رئيس الجمهورية اليوم كان له حديث عن ما يتعلق بالحديدة. وبالتالي ما الذي نريده نحن بالضبط؟ بمعنى أدق يجب علينا أن نتفق على المفاهيم الرئيسية، ما هو الدور الذي يجب أن يكون لكي نقول بأن الحكومة الشرعية قائمة؟ هل نريد من الحكومة الشرعية مثلا أن تصرح كل خمس دقائق؟ ليس هذا المطلوب. ولكن أستاذ أسامة كما تعلم، اسمع أستاذ أسامة كما تعلم، الآن إذا تحدثنا مثلا عن الوضع مثلا الميداني والعسكري والتصريحات، لم نرى قائد المنطقة العسكرية لتصريح واحد فقط يتحدث عن معركة الحديدة أو يزور الجبهات ويتصدر. العسكريون لا يصرحون. طيب يا طيب على الأقل على الأقل القادة الميدانيين اليمنيين، لماذا كل التصريحات تأتي عن طريق القادة الإماراتيين؟ لماذا؟ أليسوا هم من يقودون المعارك؟ يعني أصبحنا نحن خلال المرحلة الماضية ربما وصلنا إلى درجة من الملل من تصريحات القادة اليمنيين سواء في ألوية العمالقة أو في تشكيلاتها وحدات التدخل السريع وإلى آخره. ليست المسألة بهذا الشكل، نحن لا نريد حديثا، نريد فعلا على الأرض. الحكومة الشرعية من خلال ألوية العمالقة هي القوة الضاربة الموجودة الآن في الميدان. الأشقاء في التحالف العربي هم القوة الضامنة والضابطة والقوة التي أيضا تحمي وتؤمن الجو موجودة على الأرض. العمليات تتم، لا نريد التشكيك في هذه الجهود حتى لا نخسر المعركة. معركة الحديدة تهمنا كلنا، لا يجب أن ننزلق أو ننجرف نحو معارك جانبية لا طائل منها. نعم، ما المطلوب؟ طيب أستاذ نبيل البكيري، إذن فعلا الأستاذ أسامة يقول كلام في غاية الأهمية. الحكومة الشرعية موجودة ممثلة بألوية العمالقة وهي من تقود المعارك في الحديدة، ويعني في حين ان يعني لماذا يتم التشكيك او يتم يعني فتح معارك جانبيه قد لا تخدم المعركه بقدر ما تضرها؟ لا شك ان الجهود التي تبذل من قبل ألوية العمالقه او حتى الألوية التهاميه هي جهود بالاخير هي جهود يمنيه، لا احد يشكك بها. لكن تكمن الاشكاليه ايضا، نحن نقطه الخلاف الجوهرية التي ينبغي أن نركز عليها هو لماذا تغيب الشرعية نفسها. أنا باعتقادي لا لوم على الإمارات، أنا باعتقادي الأشقاء في الإمارات يعني لهم دور يشكرون عليه من قبلنا كيمنيين أنهم حبوا في لحظة معينة لملاقة هذا الخطر الانقلابي الذي مثل إشكال بالنسبة لليمنيين وبالنسبة للمنطقة العربية. لكن أنا باعتقادي أنه إذا كان هناك من خلل فالخلل هو قائم في صلب العملية، في صلب الشرعية نفسها، هي التي لم تستطيع أن تحدد ماهية العلاقة القائمة بين التحالف العربي، هي التي رضت لنفسها دورا هامشيا، وهي التي لم تستطع أن تستثمر هذه اللحظة في بناء علاقة واضحة، خارطة علاقة واضحة مع الإخوة في التحالف العربي ليحدد دور كل طرف وإمكانياته وقدراته وما الذي له وما الذي عليه. أنا باعتقادي أيضا من ضمن هذا الخلل الذي حصل هو ما رأيناه في هذه التشكيلات التي لا علاقة لها بالمسمى الوطني للجيش اليمني، بمعنى الحديث عن ألوية هامية، ألوية جنوبية، ألوية شمالية، يعني هذه المسميات أيضا هي تمثل إشكالية. فضلا عن ذلك، هل هذه ليس هناك حديث رسمي من قبل وزارة الدفاع اليمنية التي تشتغل بلا وزير دفاع ولا من قبل قوات ولا من قبل هيئة الأركان القيادة والأركان أو يعني ولا حديث أيضا عن تراتبية مثل هذه القوة وموقعها ومكانها وفي السجل الوطني للجيش الوطني. نحن أمام إشكالية أيضا، يعني تعداد هذه القوة، ولاءها، انتمائها أو يعني تكوينها. ما الذي نعم أستاذ نبيل، ما الذي رأيتموه من ألوية العمالقة حتى تشككون بعدم انتمائها
للشرعية أو للمنطقة العسكرية أو للجيش الوطني اليمني؟ لا لا، ليس هناك أي إشكالية في أو بمعنى آخر ليس هناك خوف من أو حتى هناك عمل. يمكن أنا باعتقادي ما تقوم به ألوية العمالقة عمل في قمة النضال الوطني والكفاح المسلح ضد الانقلاب وضد هذه العصابة. لكن كما قلت أنا أنه إذا كان هناك إشكال قائم اليوم حول اللغط الدائر فيما يتعلق بحضور الإمارات وطغيان الحضور على الجانب الحكومي، أنا باعتقادي اللوم يوجه للحكومة الشرعية، هي التي غيبت نفسها وهي التي لم توضح للناس. يفترض أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة، يفترض أن يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومة اليمنية يستمد أو يعبر عن خطاب الحكومة وموقفها الحكومة الشرعية من معركة الحديدة. نحن يعني للأسف مغيب الحكومة الشرعية في معركة الساحل تماما. أيضا فضلا عن ذلك هناك قوات لا تعترف بالحكومة الشرعية. هنا الخطورة، هنا مكمن الإشكال الكبير الذي يخاف الجميع من نتائجه الكارثية مستقبلا، هو وجود ألوية تعمل تحت مسميات لا علاقة لها بالحكومة الشرعية، بل لا تعترف بالحكومة الشرعية وتجاهر أنها لا تعترف بالحكومة الشرعية. هنا الإشكال، لا إشكال في ألوية العمالقة أو القوات التهامية. الإشكال في القوات التي اليوم يتم إعدادها ويتم تسليمها المناطق المحررة التي يحررها أبطال العمالقة. ما هي القوات حتى نتكلم بصورة أوضح يا أستاذ نبيل؟ وضح كلامك، من تقصد يعني؟ يا سيدي، أصبح واضحا اليوم العمل الذي تقوم به أو الدور الذي يناص أو الذي يحتمل أن يقوم به مثلا الألوية التابعة لطارق صالح. هذه الألوية التي لا تعترف بالحكومة الشرعية، بل وأيضا لها دور خطير جدا يتمثل في أنها تستلم كل المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات العمالقة والألوية التهامية. في دلالة واضحة على أن هناك يعني كارثة مستقبلية ستحصل. سنلقى إلى نفس الإشكال الحاصل اليوم مع بعض التشكيلات الميليشيوية الموجودة في المناطق المحررة في عدن وغيرها. بمعنى آخر لسنا مستعدين. اليمنيون اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لخطورة مثل هذه التشكيلات التي تعمل خارج مؤسسات الدولة. نعم. سواء الأمنية والعسكرية. لا يراد تشكيل أو تكرار تجربة الأحزمة الأمنية في عدن مع ألوية طارق صالح في المناطق الساحلية. نعم. طيب أستاذ أسامة، إذن تخوف كبير من المستقبل إذا ما تم إنشاء كتجارب ما حصل في عدن وبعض المحافظات المحررة من أحزمة أمنية وألوية خارج نطاق الدولة، وهذا يعني يشكل هاجس كبير للبعض. وكما تحدث الأستاذ نبيل. نعم، أنا سمعت الأستاذ نبيل. نعم. هو سياسيا تكلم كلام مهم جدا، يعني عندما تحدث عن تأطير أو توضيح نوع العلاقة ما بين الحكومة الشرعية والإخوة في التحالف العربي، وهذا ما يعتمل خلال الفترة الماضية منذ أواخر شهر رمضان إلى الآن، منذ ما بعد زيارة الرئيس هادي إلى الإمارات، وكذلك ما قبله زيارة وزير خارجية الإمارات للرئيس هادي في مقر إقامته. وأنا أعتقد بأن هنالك جهد محترم في هذا الجانب يقوده الأشقاء في المملكة العربية السعودية. هذا في الجانب السياسي. أما في الجانب العسكري، الأخ نبيل البكيري فتح النار على الجميع، ألوية الاتهامية، على ألوية العمالقة، على ألوية الجميع. إذا نظرنا إلى الآخر بعين الشكل أن نتقدم خطوة واحدة، نحن نعرف بأن هنالك من لا يعترف بالحكومة الشرعية، وهذا أمر لا أقول محل تحفظ ولكن محل رفض تام من قبل الجميع. لكن علينا أن نعلم بأن الحكومة الشرعية هي تجمع الكل ضد هذه الميليشيات الانقلابية، وعلينا اليوم في معركة الحديدة أن نقف صفا واحدا خلف الحكومة الشرعية وخلف التحالف العربي حتى نمنع شريان الحياة هذا من تغذية الميليشيات، سواء بالمال أو بالأسلحة والصواريخ البالستية التي تهدد بها اليمنيين وتهدد بها الأشقاء في دول الجوار. وعلى هذا الأساس علينا أن نصطف في هذه المرحلة وأن ندع باب المحاسبات إلى حينه، لأننا في هذه اللحظة تحديداً إنما نهدم أو نحطم معنويات المقاتلين. نعم. في الميدان. نعم. لا أكثر ولا أقل في هذه اللحظة تحديداً، بينما كان بإمكاننا قبلها بأيام أن نتحدث، وكان لحديثنا أن يكون. نعم. ذو معنى. طيب. وأن لا يؤخذ بعين أستاذ أسامة، حتى لا يؤخذ بعين حتى لا تفهم أن نحن هنا في يعني في البرنامج أو في هذه الحلقة يعني بتوجه معين وكذا نقف ضد ما يحدث في الحديدة. بالعكس تماما، نحن مع الدولة ومع هذه المعركة ومع تخليص الحديدة من الميليشيات الانقلابية، فقط حتى يكون هذا الموضوع واضح لك بالصورة.
لكن نحن أنا عندما أسألك سؤال أنا أطرح لك وجهات نظر طرف آخر ويجب عليكم أنتم توضحوها للناس. ما فيش وجهات نظر إلا عندكم يا أستاذ الله يحفظك. من يقول يعني هذه وجهات النظر المطروحة في هذا البرنامج لا تطرح. طيب هذه وجهات نظر إعلامية طيب ولا على الأقل بل طيب أي طيب قوة سياسية طيب معتبرة هي تطرح في هذا أكمل البرنامج. أكمل سؤالي وبعدها سأعطيك المجال من باب طيب يعني أكمل فكرتي ومن ثم تتحدث. يعني الآن ما الذي يضمن للناس هؤلاء الناس حتى ولو كانوا قلة أو على الأقل مشككين أو على الأقل يقفون ضد التحالف وضد الشرعية من أن الوضع في الحديدة بعد التحرير سيكون سمن على عسل ولا تتكرر نفس التجارب في عدن وفي لحج وغيرها من المحافظات المحررة؟ ما هي المشاكل الموجودة في عدن؟ الوضع الأمني مزري، الخدمات سيئة جدا، فصائل مسلحة منتشرة في كل مكان، الاغتيالات يعني تتحدث أستاذ أسامة وكأنه لا يوجد شيء في عدن. يعني لا يوجد شيء في عدن. عدن الأمن مستتب بعد أن كانت تسيطر ميليشيات على المحافظة أصبحت الآن تسيطر عليها وحدات عسكرية ملتزمة، سواء كانت هذه الوحدات العسكرية وحدات الدعم والإسناد التي تسمونها بالحزام الأمني أو كما يسمونهم أنفسهم هي وحدات الدعم والإسناد التي تسيطر هي اليوم على الأرض. هذه وحدات ملتزمة وتسيطر على الأمن، ونحن نعرف بأن هناك أجندات إذن سياسية. إذن أنت لا زالت تلعب داخل العاصمة الحكومة الواضح أستاذ أسامة حتى نتكلم بخطوة نقطة يعني بيان الحكومة أستاذ أسامة بيان الحكومة الذي وصف هذه الميليشيات بأنها تعمل خارج نطاق الدولة وتعمل على عرقلة الحكومة مثلا بالحزام الأمني وغيره، ايش تسمي هذا البيان؟ هل كان يعني بيان يعني غير صحيح ام تنفيه؟ احنا نتكلم عن الوضع الأمني، احنا نتكلم عن الوضع الأمني داخل العاصمة عدن، بأن هذا الوضع الأمني تقوم على حمايته مجموعة من الوحدات العسكرية الملتزمة. لا نريد أن تعيدنا إلى خلاف سياسي انتهى، ولا نريد أن نفتح صفحته في هذه اللحظة، لأن هذا يعد أيضا من باب خرم السفينة الوطنية الواحدة التي نعيش فيها جميعا. وبالتالي الحديث اليوم عن عدن وكأنها نموذج سيء من 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 الخطأ يعني بمكان عدن نموذج جيد جدا. لا نريد أن نقول بأنها نموذج مثالي أو ذلك النموذج الذي تمنيناه، لا، ولكن كانت ميليشيات تسيطر على العاصمة عدن، وبالتأكيد اليوم أصبحت هنالك وحدات نظامية منضبطة سواء منها التي تتبع التحالف العربي أو التي تتبع الحكومة الشرعية المتمثلة بوحدات الدعم والإسناد والحماية الرئاسية وقوات الأمن الخاصة وإلى آخره. فيما يتعلق بالحديدة أنا أعتقد بأن أي وضع تشرف عليه الحكومة الشرعية والتحالف العربي سيكون أفضل بألف مرة من وجود الميليشيات داخل هذه المحافظة التي لا زالت إلى اليوم هذه تمعن في تفجير بيوت الناس وقتلهم وسجنهم وتجويعهم وإلى آخره. بالتالي لا نخوف الناس نحن من أمر لأننا فقط لدينا شكوك خاصة فيه. نعم. لا لدينا طيب. الآن معركة وطنية يجب علينا أن نصطف خلف القوات التي تقاتل الآن فيها بكل معنى الكلمة. نعم. طيب أستاذ نبيل البكيري، فعلا الأستاذ أسامة عنده منطق، يرى بأن فتح مشاكل مثل يعني بهذا التوقيت هو يضر فقط بمعركة الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، وعدن تعيش وضع أفضل مما من السابق، فلماذا كل هذا التخوف وكل هذه الشكوك حول إذا ما تحررت الحديدة سيكون هناك سيناريو يعني مثل ما حدث في عدن سابقا؟ طبعا هذا قد يكون طرح قد نتفق كثيرا مع مطرحه الأخ أسامة، لكن أيضا أنه عدم مواجهة الحقائق هو يؤدي إلى مراكمة وتأجيل جولات صراع قادمة. يعني نحن لا ننسى مثلا أنه لا زال تحت الرماد نار تحت الرماد أحداث يناير في عدن الماضي، أحداث مؤلمة ومؤسفة ولم يقل أحد أنها قد تم تجاوزها وتم الخروج من مأزق عدم تكرار مثل هذا السيناريو اليوم في عدن أو في غيرها. وبالتالي أيضا أنا باعتقالي أنه يجب مواجهة المشاكل الحقيقية وواجهة الأسباب الحقيقية والعمل على حلها بدل من الهروب من مواجهة هذه المشاكل. أنا باعتقادي أنه النتائج الخاطئة والمقدمات الخاطئة تؤدي دائما إلى نتائج خاطئة. التشكيلات اليوم التي تم تشكيلها خارج مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية سواء في الجنوب في مناطق المحررة جنوبا أو المناطق التي تم تحريرها شمالا الآن، كل هذا ما لم يتم عملها تحت مسميات الأمنية أو مسميات الرسمية للحكومة الشرعية سواء في المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، أنا باعتقادي هذه ستمثل إشكالية خطيرة في المستقبل، ستؤدي إلى تفجير صراعات وستؤدي إلى عدم استقرار الأمن والسلام
في المناطق التي تحرر ستؤدي إلى جولة قادمة من الصراع لا يمكن التنبؤ بخطورتها وحجمها مستقبلا. لذلك يجب اليوم عدم تكرار مثل هذا السيناريو، يجب مواجهة الحقائق وقول الحقيقة أنه الصواب صواب والخطأ خطأ. أنا قائد التشكيلات التي تم تشكيلها سواء في الجنوب الأحزمة الأمنية أو غيرها، أو سواء التي اليوم تسمى بالأولويات المقاومة الوطنية أو حراس الجمهورية. نعم. هذه المسميات المسميات الكرتونية. طيب. نعم. هذه طيب. كلها ستؤدي إلى تفجير المشهد مستقبلا. طيب. في حال ما استتب الأمور أو في حال ما تحقق بعض التقدم في هذه المناطق. طيب أستاذ نبيل، ولكن فعليا يعني مطالبة الحكومة يعني بدور أكبر أو بحضور أكبر يعني سواء من التحالف العربي أو من الإمارات العربية المتحدة في معركة الحديدة أو غيرها، ألا تعتقد بأن ربما يعني تحدث خلاف وتوقف معركة الحديدة الذي يتمنى الناس في الحديدة أن يتخلصوا من الانقلاب ورحيل ميليشيات الحوثي، وما يحدث بعد ذلك ربما يعني في تفاهمات معينة وتقارب معين مع التحالف العربي ومع الإمارات وزيارة الرئيس الأخيرة كلها تصب في هذا الاتجاه، ربما تحدث يعني نوع من التفاهم مع الشرعية وتكون الوضع أفضل بكثير من السابق؟ اعتقادي أنه التفاهم مع التحالف العربي هو أولوية قصوى في هذه المرحلة، وهو أنا باعتقادي لا يتقاطع مطلقا مع مسألة إعادة ترتيب العلاقة القائمة بين التحالف والحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية هي المسؤولة أولا وأخيرا أمام العالم وأمام المجتمع الدولي وأمام اليمنيين عن سلامة بلادهم وعن سلامة الإجراءات المتخذة وعن سلامة البلاد. ورأينا بالأمس مثلا التقرير الذي نشرته الأسوشيتد بريس حول مسائل التعذيب والسجون السرية، حيث بادرت الإمارات فورا إلى نفي أي علاقة لها بهذه السجون، وحملت الحكومة الشرعية مسؤولية مثل هذه الانتهاكات التي تمت والتي كشف عليها التقارير. من هنا أنا باعتقادي ينبغي أن تنطلق نقطة واضحة، أن تنطلق توجه واضح من قبل الحكومة الشرعية لسرعة استلام كل الأماكن الأمنية، كل السجون، كل المقرات التي لا تخضع لسلطة الحكومة الأمنية وأجهزتها الأمنية، يجب أن تخضع اليوم بعد اليوم لهذه الحكومة حتى تتحمل كامل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي وأمام اليمنيين أولا. نعم. أنا باعتقادي أنه يعني مطالبة التحالف العربي بترتيب علاقة واضحة مع الحكومة الشرعية، هذا لا يعني بحال من الأحوال تأجيل المعركة، أو أنه لأنه اليوم أنا باعتقادي أولى الأولويات هو مواجهة الانقلاب، بعد ذلك كل شيء سيتم مناقشته وفق هذه الاستراتيجية وهذه الأولوية. مواجهة الانقلاب وإسقاطه، معركة دحر الانقلاب، هذه أولوية يجب أن يعمل الجميع من أجلها. بعد ذلك أنا باعتقادي كل قضايا جانبية نعم. ينبغي أن تأخذ حقها الزمني والمكاني والسياسي. نعم. طيب أستاذ أسامة الشرمي، موقف الحكومة ربما في الفترة الأخيرة قوي، وبدأ ذلك أيضا من التفاهمات التي حدث بين الإمارات والرئيس عبد ربه منصور هادي وزيارة الرئيس للإمارات والتقارب الواضح الآن وعودة الرئيس والحكومة إلى عدن. البعض يقول يعني لماذا لم تضغط الحكومة على التحالف العربي بإلزام من يعمل خارج النطاق الشرعية من يعني من وحدات وألوية عسكرية بالاعتراف بالشرعية وعدم مشاركتها في هذه المعركة إلا بعد الاعتراف بالشرعية؟ أنا أشعر بأننا الآن أمام غياب للبوصلة الوطنية، لا أدري أين المعركة وأين الغريم الاستراتيجي لليمن. احنا في هذه المرحلة اللي أسمع فيها حديث متداخل وكأن العدو في عدن، عدونا يعني في صنعاء. استاذ اسامه، مع احترامي، لحظة يعني انت الان توزع صكوك الوطنيه، انت يعني من يتحدث يعني اسمح لي صكوك الوطنيه انت اللي توزعها، وانت اسمح لي ولا بقادر الحلقه رجاء يعني براحتك، نحن استضفناك لكي تتحدث. ساتحدث، انت تتحدث، لكن يعني صكوك الوطنيه انت لست معني صكوك الوطنيه، فلان وطني فلان كذا. طيب براحتك. اسمع يا عزيزي، تفضل. يلا نعم. نحن نعرف بأن غريمنا موجود داخل صنعاء ولا نريد أن نخوض في الاستراتيجي. نعم. المناورة من خلال المناورة بالاستراتيجي في مرحلة صعبة كالتي تمر بها اليمن هذه هو من باب العبث، عبث خطير. أنا أعتقد بأننا في معركة هامة جدا، وهنالك مضبطين يحاولون أن يجرونا إلى معارك داخل عدن أو مع الحكومة أو مع التحالف العربي في هذا الوقت العصيب جدا الذي تشعر فيه الميليشيات بأنها في أضعف مراحلها.
هذا يثير كثير من الشكوك، وبالتالي علينا أن نعيد ضبط بوصلتنا باتجاه القضية الوطنية والمشروع الوطني الجامع. علينا أن نعيد رسم أهدافنا من جديد. أما أن نستمر في هذه المناورات التي لن توصلنا إلى طريق أو لن تنهي هذا الانقلاب الذي قثم على قلوب اليمنيين وصدورهم 4 سنوات حتى اليوم، الناس تقتل وتجوع وتهدم بيوتها داخل المناطق التي سيطر عليها الحوثيين، ونحن نأتي اليوم لمناكفات لنتحدث عن قضايا ثانوية بإمكاننا أن نتحدث عنها في وقت آخر وأن نحلها. نعم نعم. بإمكان السياسة أن تفضي إلى كثير من النتائج في القضايا التي تتحدث عنها الآن، منها نعم. ما يتعلق بالجانب منها ما يتعلق بالجانب اعتراف بعض القوى بالحكومة الشرعية كممثل للشعب وكحكومة شرعية حقيقية، هذه ستفضي إليها السياسة. لكن الحرب الآن تمضي لإنهاء الانقلاب. علينا أن نعرف بأن إنهاء الانقلاب هو الهدف الأسمى بالنسبة لليمنيين. نعم. إذن لا مشكلة أستاذ أسامة، لا مشكلة الآن من مشاركة أي قوات ما دام تشارك مع الشرعية في قتال الحوثيين وإنهاء الانقلاب أيا كان، سواء كانت تعترف بالشرعية أو لا تعترف بالشرعية. مش بهذا الشكل. نعم. ولكن نحن نتحدث بأن جهودا سياسية ستمضي حتى نصل إلى ما نريد. للسياسة أبوابها المفتوحة، ولكنني أنا اليوم أمامي عدو يقاتلني قتال جنون. وعلينا أن نعرف بأن إنهاء الانقلاب في هذه المرحلة مسألة مهمة جدا، أو على الأقل إنهاك هذا الانقلاب. المسائل الأخرى هي مسائل سياسية، ونحن نعرف بأنها سياسية. هي سياسية في المقام الأول، سيفضي الضغط السياسي والحوار السياسي والنقاش السياسي للوصول إلى حلول فيها، سواء مع الأشقاء أو سواء مع القوى تلك التي لا تريد أن تعترف بالشرعية كحكومة شرعية حقيقية مثل عن اليمن. كيف اليوم لا يعترفون بالحكومة الشرعية وهم يقاتلون تحت مظلة التحالف الذي استدعته الحكومة الشرعية؟ هي مسألة سياسية لا أكثر ولا أقل. إلى الأمس القريب بعض هذه القوى كانت توجه سلاحها إلينا، وكثير من اليمنيين كانوا يدعون إلى الحوار مع هذه القوى، وكثير من اليمنيين اليوم يدعون إلى حل سياسي والحوار مع جماعة الحوثي التي تقاتل. ألا أستطيع أنا أن أنتظر أو أن أفتح مجال سياسي يحقق لي هذه الأهداف دون نزاع أو دون إراقة قطرة دم يمنية إضافية أكثر من الذي أراقه الحوثيين؟ أعتقد أن المسألة بهذا الشكل تكون أفضل وأجدى بالنسبة لليمنيين جميعا. لكن إن أردنا أن نصفي حساباتنا السياسية على حساب القضايا الوطنية هذه مسألة أخرى. نعم. طيب أستاذ نبيل البكري، إذن يعني كلما زاد الأعداء وكلما تفرقت كل هذه المشاكل ربما هي تعيق عودة الحكومة وعودة الشرعية لليمن، ويعني في المقابل إذا ترك المجال للسياسة فيما بعد ستصلح كلما أفسدته الحرب. وما دام الجميع الهدف واحد هو محاربة الإنقلابيين وتحت مظلة التحالف العربي، إذن ما المانع؟ يعني أوضاع اليمن منذ 3 سنوات كانت كفيلة بأن ترمم كل هذه الشروخات. أنا باعتقادي أنه أولى الأولويات وأقدس المعارك اليوم هي استعادة الدولة، استعادة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. هذه معركة مقدسة، كل ما يدور حولها من ضجيج أنا باعتقادي ممكننا أن نناقشه في أي وقت آخر، أو بمعنى آخر أن نناقش أيضا هذه المخاوف وهذه التخوفات التي تطرح هنا وهناك. ينبغي أن نناقشها بمنطق وهدوء بحيث لا يطغى صوت نقاشنا على صوت المعركة. أنا أتفق في هذه النقطة كثيرا مع زميل أسامة الشرني، لكن أيضا هذا لا يمنع في نفس الوقت أيضا أن نستفيد من تجربة 3 سنوات من الإخفاقات السياسية الكبيرة للحكومة والأداء الحكومي الضعيف والهش الذي أوجد مثل هذه الثغرات، حيث يتم إعادة تشكيل المشهد اليمني وإعادة تشكيل المؤسسة الأمنية والعسكرية بعيد عن القرار السيادي الوطني من خلال تكثير وملشنة الحياة السياسية والحياة العسكرية والحياة الأمنية من خلال هذه التشكيلات التي تمثل عقبة في طريق الأمن والاستقرار في المستقبل. لا نريد تكرار يناير عدن، ولا يريد تكرار أي مسلسل آخر للمواجهات تحت مظلة الصراع على النفوذ وعلى مراكز القوى الجديدة التي تتشكل. نعم. على الأرض. نعم أستاذ أسامة، التقارب الآن الأخير بين الشرعية والإمارات العربية المتحدة بجهود سعودية، هل باعتقادك ستفضي فعلا إلى
حلول جذرية لكل المشاكل في المحافظات المحررة والأزمة اليمنية بشكل عام، أم كما يقول البعض بأنها فقط لإضافة الشرعية على معركة الحديدة فقط؟ ما رأيك بهذا الطرح؟ لا، هي ليست جهود أفلاطونية في المقام الأول، هي جهود سياسية أثمرت كثير من التقارب، وأنا أعتقد بأنه أكثر حتى مما كان يطمح أكثر المتفائلين. نعم. وبالتالي نحن نعول على أن نستثمر مثل هذه الأجواء وأن نعطيها حقها لكي تكرس أيضا مزيدا من هذا التقارب والتفاهمات الحقيقية. أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة من التأزيم كانت صعبة جدا خلال المرحلة الماضية، اليوم وصلنا إلى مرحلة من الانفراج أثمرت تنسيق جهود مشترك كبير جدا في عمليات الحديدة. نتمنى أن يستمر هذا التنسيق وهذا التقارب، فمصلحتنا نحن في المقام الأول كيمنيين هي في أن هذا التقارب يؤتي ثمارا حقيقية وجادة، وأيضا مصلحة الأشقاء في التحالف العربي حفاظا على أمنهم القومي والاستراتيجي وحفاظا على أهدافهم التي أعلنوها منذ انطلاق عاصفة الحزم، هو أن يكون هنالك تقارب مع الحكومة الشرعية. الخلاف السياسي نحن نعرف بأنه عرقل كثير من المسائل والقضايا على الماضية ولا نريده أن يستمر، لكن جميل ما يعتمل الآن، وأنا أعتقد بأن ستتعدى المسألة معركة الحديدة إلى ما هو أكثر من ذلك. نحن نعرف بأن الرئيس هادي شخصية وطنية لا تناور في المسائل الاستراتيجية، أنا لا أعتقد بأن الرئيس هادي سيبني مسألة التقارب من عدمه على قضايا أو تكتيكات آنية، لا، هي المسألة أبعد من هذا بكثير، وتم طرح فيها كثير من المسائل، منها ما نوقش وحسم ومنها ما سيتم حسمه، ولكن الأهم هو استمرار قنوات التواصل ما بين الحكومة الشرعية والأشقاء في التحالف العربي واستمرار التفاهمات. هذه كلها ستفضي إلى صناعة مجال سياسي بإمكانه أن يحقق تفاهمات في القضايا الآنية العالقة أو التي ستطرأ فيما بعد. نعم أستاذ نبيل البكيري، الآن معركة الحديدة وأيضا التحرك الذي حصل الآن في محافظة البيضاء والتقدم الكبير للجيش الوطني، أيضا هناك تحرك في نهم ومعظم الجبهات، ألا يعكس مقدار التفاهم الكبير الآن الذي حصل بين التحالف العربي والحكومة الشرعية وانعكس ذلك على الأرض؟ لا شك أنه اتفاق الحكومة الشرعية والإخوة التحالف العربي هي مقدمة ضرورية للانتصار في أي معركة أو في المعركة الجارية في اليمن. من اعتقادي تجربة 3 سنوات كافية وكفيلة بتغيير الكثير من المخاوف وتغيير الكثير من الشكوك والظنون التي دارت حول بعض القضايا وبعض الملفات. أنا باعتقادي اليوم هذه الانفراج الحاصلة والتي ينبغي أن تبنى على قواعد شراكة حقيقية وثابتة واستراتيجية بيننا وبين الأخوة في الشقة في التحالف العربي. الحكومة الشرعية هي عنوان اليمن وهي البوابة التي ينبغي أن يتعامل الإخوة في التحالف العربي مع اليمنيين من خلالها. أي تعامل مع الملف مع الشأن اليمني خارج إطار بوابة الشرعية، أنا باعتقادي هذا ليس في مصلحة الإخوة في التحالف العربي ولا مصلحة اليمنيين ولا في مصلحة أي طرف، حتى المجتمع الدولي ليس في مصلحته أيضا. وبالتالي أنا باعتقادي هذه التفاهمات التي رأيناها خلال الأيام القليلة الماضية هي مقدمة مهمة وضرورية لعدم تكرار فشل 3 سنوات من القتال والحرب التي كانت في لحظة ما ستؤول كلها إلى الفشل وإلى المجهول. لكن اليوم أنا باعتقادي عودة الحكومة الشرعية إلى ممارسة عملها في عدن بهذه الصورة التي يجب أن تستثمر بشكل أكبر وأن يتم تطويرها بشكل أكبر بحيث تعود الحكومة عودة نهائية وعودة الرئاسة عودة نهائية إلى عدن والاستقرار في عدن حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية. أنا باعتقادي هذه هي الطريق الوحيد لربح هذه المعركة والانتصار على المشروع الإيراني، غير ذلك أنا باعتقادي ستظل العقبات وستطول أمد الحرب وستؤدي إلى ملشنة المجتمع اليمني وملشنة وانهيارات منظومة الأمن في المنطقة كلها، ليس فقط على مستوى منظومة أمن البحر الأحمر وإنما منظومة أمن الخليج العربي والجزيرة العربية كلها. نعم. المقدمة الحقيقية لاستقرار المنطقة كلها هو بوجود دولة يمنية محررة واستعادة كامل ترابها، دولة شرعية معترف بها من قبل المجتمع الدولي. هذه الحكومة الشرعية هي بوابتنا لانتقال المنطقة وانتقال اليمن إلى مستقبل أفضل. نعم. أستاذ أسامة الشرمي، في الدقيقة الأخيرة
باعتقادك هل التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد توصلت أخيرا إلى أن الخلاص هو عن طريق الحكومة الشرعية وفي دعم الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية في اليمن، وأن أي شعارات أو أي فصائل أو أي يعني أصوات خارج نطاق الشرعية هي تضر بالمعركة الوطنية وبالأمن اليمني والخليجي والإقليمي بشكل عام؟ هي آمنت أولا بهذا الأمر، ولهذا جاءت استجابة لنداء الرئيس هادي للتدخل في الشأن اليمني، وآمنت أخيرا بهذه المسألة. ولكن أيضا نحترم جهود هذه الدول، ولا نستطيع الآن في هذه اللحظة أن نقيم تجربة لا زالت يعني تفاعلاتها مستمرة دائما. أنا أتمنى بأن تستمر هذه التجربة السياسية في إنتاج ثمار تفاهم حقيقية ما بين الحكومة الشرعية والأشقاء، ولكن ما كنت أعول عليه خلال المرحلة الماضية أن لا خلاف حول الاستراتيجي، كانت الخلافات حول التكتيكات، وبالتالي استمر التحالف العربي ولم يغادر اليمن، وهذا أمر نشكر عليه الأشقاء على صمودهم في معركتهم داخل اليمن، ونشكر الحكومة اليمنية على إدارة الملف بهذا الذكاء وهذه الحصافة التي أفضت إلى هذا التفاهم. أشكرك جزيل الشكر الوكيل المساعد لوزارة الإعلام الأستاذ أسامة الشرمي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عمان في الأردن، والشكر أيضا للكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري كان معنا من إسطنبول. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.